اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، من الممكن ان تكون هذه البطوله هي بدايه تالق لعدد من اللاعبين، يعني فلافيو مثلا في اليابان كان بدايه تالق وعودته بقى مره اخرى النادي الاهلي بعد فتره، عودته يعني في كره القدم يعني بعد فتره طويله من عدم احراز الاهداف. طبعا الـ الـ الاجواء اللي زي دي يا اسلام بتخلي ساعات بتفجر حاجات جوه اللعيب ممكن في الظروف الطبيعيه ما بيعملهاش. لما هو يروح يشوف الاجواء ديت، يشوف استقبال جماهير النادي الاهلي، يشوف الملاعب ديت، يحس ان انديه عالميه زي بايرن وبالميراس والبرازيلي والفرق دي موجوده، كل الاجواء دي ممكن تخلي الدوافع بتضعف ولا لا مفروض يعني ايجابيه ولا سلبيه؟ المفروض ان هي تبقى ايجابيه صح؟ طبعا انت يعني كل ما انت عايز تلعب بتحس انك بتلعب في اجواء ملاعب افضل، في مع مستويات اعلى، المفروض الدوافع عندك بتزيد، تركيزك بيزيد، اهتمامك بيزيد، عايز تثبت للناس كلها عارف ان في غير كمان، بس يعني مش بس جماهير النادي الاهلي بتتفرج عليك، العالم كله بيتفرج. فكل دي دوافع ممكن تيجي لبعض اللعيبه تخليها تتالق وتظهر بصوره كبيره، خاصه انا قلت لك كمان المجموعه بتاعتنا اللي رايحه ديت مجموعه النادي الاهلي فيهم كتير جداد ممكن جدا يكون حافز ليهم ودوافع كبيره انه يظهروا بصوره كبيره، يعني زي طاهر محمد طاهر، زي شريف، زي صلاح، زي أفشل. كل أفشة ما راحش قبل كده، كل الناس دي ممكن تكون الدوافع عندهم هتبقى زياده، بس اتمنى انك ما تكونش بعصبيه. أيوة. يعني لازم ما هي دي النقطه بقى اللي عايزين نوصلها للجمهور. يعني ما تكونش بعصبيه، لازم يبقى يكون فيه هدوء وتركيز وثقه وثقه. طبعا انت النادي الاهلي، انت مع احترامنا الكامل لفرقه الدحيل، فرقه جيده جدا لما نيجي نتكلم عليها، لكن وعم تلعب في ملعبها طبعا. وهي منظمه البطوله يعني، لكن انت النادي الاهلي بطل القاره افريقيا، سادس مره تروح كاس عالم، تاني نادي في العالم حاصل على بطولات، فلازم الثقه تبقى ماليه كل لعيب وماليه الجهاز الفني وثقه كبيره جدا. فاللعيبه لازم يبقى عندها الثقه ديت، بس بدون زي ما قلنا عصبيه ولا توتر ولا خروج على النص، كل تركيزهم يبقى في ال 90 دقيقه اللي هتتلعب قدامهم في الملعب عشان يطلعوا بنتيجه كويسه واداء مشرف يسعد جماهير النادي الاهلي يعني. ف اكيد النقطه اللي انت قلتها انه في لعيبه ممكن يتالقوا في بطوله زي دي، ممكن جدا جدا جدا، واعتقد انه ده هيحصل. من وجهه نظرك مين يا كابتن؟ يعني مين اللي ممكن يكون هو الملهم؟ مش واحد يعني، ممكن لو تقول لي واحد في كل خط مثلا. بص، هو في مجموعه بامانه بتادي بثبات طوال السنه اللي فاتت ويمكن اكتر من سنه مبدئيا، وهكلمك على اللي انا متوقعه. ايوه يعني ما تتكلم على الشناوي، عنده مستوى ثابت بقاله سنتين ثلاثه. بتتكلم على علي معلول، عنده مستوى ثابت ومن اهم اللعيبه المحترفين اللي دخلوا مصر. ايوه دي حقيقه يعني. وطبعا النادي الاهلي، انا بتكلم مصر عشان لكل الانديه. لما تتكلم على ايمن اشرف ماشي بشكل كويس ومستوى ثابت، لما تتكلم على السوليه وديانج وحمدي ماشيين بمستوى ثابت، قفشه ماشي بمستوى ثابت، ففي ناس بتأدي بمستوى ثابت في معظم اللقاءات. في ناس بقى جديده عايزه تثبت نفسها، لسه داخله لتيم النادي الاهلي، لسه انسجامهم ما بقاش 100%، ولكن اضافوا يعني زي طاهر، زي محمد شريف، زي بواليا، زي بدر بانون. كل دي اضافات دخلت للنادي الاهلي، يعني مستواها
يعني واحده واحده بيجي يعني اضافه يعني للفرقه. مثلا في ناس كتيره بتتكلم على انه كذا وكذا، ولكن في النهايه في كره القدم احنا قعدنا سنه مظبوط مع فلافيو. فلافيو سنه تقريبا يعني، وكلنا كنا بنشوفه في التمرين بيبقى عامل ازاي. مظبوط يعني حضراتكم كنت مدرب وامير كان لاعب في الفرقه، فعارفين الموضوع ده طبيعي جدا. الناس جت فتره جالها يعني خلاص بقى عارف انتوا ايه، احباط من فلافيو، وفجاه لان هو لعيب كويس بس ما كانتش ماشيه الامور، فجاه جون المحله جه ابتدت الدنيا فتحت. الدنيا فتحت. فبواليا على فكره في ماتشات من الثلاثه ولا الاربعه اللي لعبهم ادى فيها بشكل كويس، بس هو دخل في حته توتر شويه عشان يجيب جون، يعني بقى متوتر انه نفسه يجيب جون عشان الامور تفتح معاه. ومن حظه السيء حتى الهدف اللي جابه الحكم حسبه اتلغى واتحسبت فاول. لكن واحد زي بواليا واضح انه جاي، واضح ان اداؤه مش كويس. نفس الشيء طاهر، ماتشات بيأدي فيها بشكل كويس بس برضو عنده شويه توتر انه داخل اولا يعني. صغير داخل بقى فتره ضيقه عايز يثبت كل حاجه، ففي ماتشات بيأديها بشكل كويس قوي، وفي ايام بيبقى عصبي لانه عايز او متوتر شويه عايز يعمل كل حاجه. لكن جاي واضح جدا اللعيب كويس. طبعا شريف ماشي بشكل كويس قلنا، فكل العناصر دي. كهربا طبعا خبرته كبيره وهداف، مفروض محمد هاني نتمنى يكون سليم ويأدي بشكل كويس. بيكم الماتش الاخراني لما نزل ادى بشكل كويس بتاع بيراميدز، فيعني كل العناصر اللي موجوده. سوليه وحمدي فتحي، سوليه وحمدي فتحي ما احنا اتكلمنا على في مجموعه يعني غالبا بتأدي بشكل مستوى ثابت، اللي احنا قلناهم اللي هو الشناوي وايمن ومعلول والسوليه وديانج وحمدي، وفي مجموعه كده معظم الماتشات بتأديها بمستوى كويس. وبقيه الناس اللي دخلت نتمنى لهم التوفيق، ومتوقع انه حد فيهم ممكن يبقى مفاجاه كويسه في البطوله، يعني تكون طيب. يعني حاجه يعمل حاجه بارزه تعلم كده. اسمين مثلا ولا صعب؟ يعني مثلا ممكن محمد شريف، انا بتكلم على اللي هم الجداد، لكن انا خلاص انت احنا قلنا دولت بيأدوا بشكل كويس. يعني اتوقع محمد شريف ممكن يعمل حاجه في البطوله ديت ان شاء الله. يعني كهربا يا كابتن ممكن، كهربا برضو اللي ممكن تعمل حاجه، وبواليا برضو انا بتكلم على الجداد يعني طبعا.